اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل، وخلوني ارحب بضيوفي الكرام الاستاذه ايزيس حافظ مسؤول اللجان بالمجلس القومي للمراه، والاستاذ مصطفى حمدي المحامي بمركز قضايا المراه. اهلا بحضراتكم منورنا. شفتوا معانا التقرير استاذه ايزيس؟ شفتي معانا التقرير وشفتي معانا بنات اتجوزوا في عمر 10 و12 و13 سنه؟ انا شفت ماساه عظمى، عوره من عورات المجتمع المصري. الحقيقه لخصتها اخر متحدثه وهي بتقول، لما حضرتك سالتيها بتقول لها حسيتي بايه لما طلقتي، قالت لك انا نفسي البس فستان العيد وارجع العب مع اصحابي في الشارع. يعني فعلا حاجه توجع القلب على بنات صحيح. مصريات في سن الزهور اللي هي لسه بدات تتعلم ونازله الشارع تلعب مع اصحابها، ياخدوها من الشارع ويرموا العروسة اللي بتلعب بيها في إيد من إيدها ودوها لبيت ساري عربي أو رجل كبير ويقولوا لها ده جوزك، تزوجي هذا الرجل صحيح. بكرة احملي منه وهاتي منه طفلة أو طفل حطيه على كتفك ربيه، بس انت لسه ما تربيتيش، هتربي الطفل ده ازاي؟ صحيح. دي المأساة اللي ملهاش حل. قضية من القضايا، من أعقد القضايا الشائكة في المجتمع المصري من زمان ومن دلوقتي الحقيقة. أستاذ مصطفى، الرأي القانوني بقى لما شفت الستات دي، استد ليهم حقوق؟ طبعا. هو في الحقيقة أنا خليني في الأول أقول إن يعني فعلا هي حاجة توجع القلب، والقانون حصل فيه تعديل أخير، صدر قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن جرائم الاتجار بالبشر. وقال إن كل من يبيع أو يشتري أو يسلم نساء أو أطفال أو بشر بغرض الاتجار بهم فيعاقب بالسجن من 3 إلى 15 سنة. وإذا كان الجاني دوت من أصول أو من فروع أو وصي أو متولي مسؤولية الأطفال فهنا يعاقب بالسجن المؤبد، بالإضافة لعقوبة تبعية كمان بتصل للغرامة ب100,000 جنيه. فهنا دي جريمة أنا شايفها متكاملة الأركان بالنسبة لجريمة الإتجار بالبشر، وفي حالة لما يكون طفل لا يعتد بموافقة الطفل في الجريمة دي. وطبعا قصة أن يكون الزواج بيتم بعقد عرفي ده بيهدر حقوق الطفلة اللي بقت زوجة، وتبص تلاقي حقوقها كلها هدرت، وبيجي لنا حالات زي كده عندنا في المركز، وفي الحقيقة بتبقى مأساة. يعني بتيجي معاها أمها، وفي حتى لو في ناس حتى بيسموا الزواج دوت حتى زواج سنة، أو زواج اللي سنة أقل من 18 سنة يقولك زواج على السنة وزواج شرعي، وفي للأسف بعض المأذونين يعني فقدوا ضميرهم وبيتعاملوا بالمنطلق ده، وبيكتبوا أوراق تانية قال يعني إن في مؤخر وإن ليها حقوق وإن ليها نفقات، وده طبعا الدعاوى دي لا تسمع امام المحكمه. الورق ده اصلا يعتد بيه امام المحاكم، امام محكمه الاحوال الشخصيه. للاسف الشديد هي كل اللي هتعمله ان هي هتقدر ترفع دعوه واحده بس، هي دعوه الطلاق او دعوه الفسخ او دعوه الخلع لعقد الزواج، عشان خاطر ان هي ما تتهمش بعدها بتهمه التعدد، ودي اضافه جديده في قانون الاحوال الشخصيه. ان كل الدعوه اللي هتقدر ترفعها في المحكمه فقط هي دعوة الطلاق. وقبلها كان في كمان إثبات أنساب الأطفال. إثبات النسب ده في حالة لما يكون هو بينكر النسب الطفل. لكن إحنا بنتكلم إن هو ما أنكرش نسب الطفل، وتسجل وبتسجل بصعوبة جدا طبعا، لأن في حالة غياب وجود عقد رسمي أو عقد زواج رسمي يبقى في صعوبة جدا في إثبات طفل. بتبقى هنا ما تقدرش تاخد نفقة زوجية، تقدرش تاخد نفقة متعة، تقدرش تاخد نفقة عدة، تقدرش تاخد مؤخر صداق، كل الحاجات دي ما بتقدرش تاخدها. هي في كل الأحوال ما بتاخدهاش، سواء مدني أو عرفي أو غيره، هي ما بتاخدهاش. للأسف وعشان اتفضل. عشان تطلق نفسها محتاجة تقيم دعوة، مش كده؟ بالظبط. والدعوة دي عادي إنها يعني زيها زي الزواج العادي؟ بس لازم يكون في عقد زواج مكتوب. يعني لازم يكون تثبت الزواج ده بالكتابة. القانون اشترط ده. ولو كان بقى يعني الورقه ضاعت منها دي مشكله تانية. صحيح. استاذه ايزيس، قولي لي عندكم في المجلس القومي للمراه عملتوا احصائيات عن زواج القاصرات في مصر؟ لا، هي الحقيقه ما فيش احصائيه دقيقه لغايه النهارده عن زواج القاصرات. طبعا احنا بنتكلم على جريمه، وجريمه مخفيه
وأرقامها غير معلنة. حتى لو حاولنا من إحصائيات اللي بناخدها مثلا من وزارة العدل على عدد القضايا اللي مرفوعة، ما هياش يعني دليل أبدا على كمية الزواجات اللي بتتم تحت السن في المحافظات، وخصوصا مثلا محافظات زي الصعيد وزي المحضر اللي هي مش المحافظات اللي هي الحضرية يعني. أرقام بنسمعها بس هي كلها أرقام تقديرية، ما بين من 35 لغاية 60% من الزواجات بتتم تحت السن. لكن في النهاية هي ظاهرة موجودة واحنا شايفينها بعيننا، والمجتمع في هذه المناطق غير الحضرية والمناطق الريفية وفي الصعيد الجواني يعني كلها مقبولة جدا من هذا المجتمع وبيحض عليها الجميع. وشايفين انه القانون هنا جائر يعني. القانون اللي بيقول ان سن الطفل هنا 18 سنة، وانه ما فيش توثيق لعقد زواج قبل 18 سنة، كل ده قانون جائر، لانه لازم القانون يعني يخضع إلى العادات والتقاليد. فإذا ما كانت العادات والتقاليد اللي المنتشرة غير صحية وغير إيجابية، لازم القانون كمان يخضع. وده يعني شايفة أن القانون ممكن يكون عشان يكون غير جائر، إيه المفروض يكون فيه؟ لا، هو القانون ما هوش جائر أبدا. هو ده الحق، السن الطبيعي للطفل اللي بتقره الاتفاقيات الدولية، واللي بتقره القانون المصري نفسه، واللي بيقره الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية صحيا ونفسيا أيضا للطفل. يعني هنا ما فيش جور على العادات والتقاليد. هي العادات التقاليد هي اللي بتجور على حق هذا الطفل أو الطفلة طبعا بالأساس في أنه يعيش حياة طبيعية ويستكمل تعليمه، يستكمل حياته الطبيعية ونموه النفسي والبدني وكله. أنتوا عندكم في مجلس القومي للمرأة، هو في الحقيقة يعني أنتوا عندكم يعني عبء كبير قوي، هو فكرة المرأة، لأنه المرأة في مصر أعتقد هي رمانة الميزان. أكيد. طب أنتوا عندكم زواج القاصرات، فكرة الطب الوقائي، ليه ما يكونش في محاضرات أو تعليم أو تثقيف وقائي قبل ما تقع الكارثة؟ والله بصي، احنا بنشتغل في هذا الموضوع بقالنا سنوات. مجلس قومي للمرأة لما أنشئ سنة 2000 كان عنده قضايا مهمة بيشتغل عليها، من بينها هذه القضايا طبعا هو زواج القاصرات، وهو بيتعاون بشكل أساسي مع في هذه القضية مع مؤسستين، مجلسين مستقلين آخرين، هما مجلس قومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للسكان. وكنا بنشتغل مع المؤسستين دول بشكل يعني ما هواش مؤسسي كامل، او ما عندناش خطه، ما عندناش استراتيجيه. دلوقتي بقى عندنا استراتيجيه لها خطه محدده، وعندها كل الادوار اللي لكل مؤسسه في الدوله بتشتغل عليها. في الازهر هيشتغل على زواج القاصرات، في دار الافتاء بتشتغل على هذا الموضوع، وزاره الصحه، وزاره التربيه والتعليم. يعني كل هذه المؤسسات دلوقتي عندها دور، مش بس دور يعني بيشتغلوا على بشكل يعني إعلامي مثلا أو كده، لا، إحنا بننزل دلوقتي من خلال الرائدات الريفيات في المجلس القومي للمرأة وهذه المؤسسات، بننزل البيوت في الصعيد ونحاول نوعي بالأضرار النفسية والصحية على زواج القاصرات. وهل بيكون في قبول ولا ما بتحسش؟ أنا كنت جايالك في السؤال، لأنه الرد على السؤال ودايما بتقال لي طيب ما أنتوا بتعملوا برامج توعية كتير جدا، ولكن المجتمع لسه مشاكله زي ما هي وما بتتحل، بالعكس في زيادة. وعايزة هنا أشير أيضا أنه زواج القاصرات زاد جدا في الثلاث سنوات السابقة، لأنه ما كانش في قبضة أمنية يعني حقيقية. كان في طبعا يعني أعباء اقتصادية كتير بتدفع الناس اللي هي تتخلص من البيانات تحديدا، فكانت النسبة كبيرة. عايزة أقول كمان أنه في حاجة جديدة كمان زادت مع هذه الظاهرة، الزواج الطلاق المبكر. يعني وقت ما كنا بنتكلم على الزواج المبكر وحق الطفلة أنها تعيش حياة طبيعية، لا، دلوقتي بنتكلم على المطلقة مبكرا. اللي حضرتك كنت برضو بترشح يعني شايفاهم بتعرضيهم في هذا البرنامج، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، وعبء كبير جدا على الدولة، لأنها في النهاية بتبقى هي لا هي زوجة
ولا هي رجعت فتاة، وعندها طفل ربما يكون يعني عنده مشاكل تانية في الإثبات والرعاية وكده، فإحنا بنزود أعباء الدولة. يعني ما هيش قصة زواج قاصرات، لا ده وراها كمان مشكلات أكتر وأكتر، ولا المجلس القومي للمرأة لوحده هيقدر يحل هذه المشكلة، ولا كل المؤسسات إلا بالتضافر والاستراتيجية زي ما قلت حضرتك كده، هي اللي بدأنا نعملها مع المجلس القومي للسكان تحديدا، لأنه هو اللي أطلق هذه الاستراتيجية، وبنشتغل دلوقتي في المناطق الحضرية تحديدا في الصعيد. أستاذ مصطفى، لما بيجي لك واحدة بتقول لك أنه أنا اتجوزت وأنا صغيرة وعندي طفل وبقيت مطلقها أو أرمل أو يعني أي مكان المسمى، أو جوزها مشي وسابها، لأنه هو بيكون في النهاية زواج سياحي زي ما احنا قلنا، في كتير منهم بيكون كده، بتتعامل معاها ازاي؟ وايه حقوقها وايه اللي ليها وايه اللي عليها؟ هو في الحقيقه يعني وان كنت قلت ان هي بتهدر حقوقها الشرعيه الخاصه بها هي كزوجه من نفقه زوجيه ونفقه عده ونفقه متعه او مؤخر الصداق، ولكن هنا القانون ما اهدرش حقوق الطفل. ان طالما ثبت نسب الطفل بالنسبه للاب دوت بنقدر نرجع عليه بنفقه صغير. خلينا نقول من اول انه الطفل لم يثبت، يعني تعال نفترض اللي هو الأسوأ والاصعب. هنا احنا بنمشي معاها في يعني بنمشي خطوه بخطوه، احنا بنقول لو الطفل مش مثبت بنسبته. لو هنا ده سهل قانونا سهل؟ مش سهل، بس هو احنا بنمشي، هو في دعاوى قضائيه بترفع بالشكل دوت، وبنقدر ان احنا نعملها وبنكسبها الحمد لله. بتاخد وقت قد ايه؟ يعني على حسب يعني حسب اذا كان في اجازه قضائيه ولا لا، ممكن تاخد من 6 شهور 8 شهور حسب الاحوال يعني. بعد ما بنخلص الدعوه ديت بنبتدي بقى نمشي الحقوق الصغير، اذا كان بقى نفقه زوجيه، اذا كان مثلا بنجيب له اجر مسكن، مصاريف العلاج، المصاريف المدرسيه. ودي بتاخد اجر برضو فترات زمنيه قد ايه في التقاضي؟ دعوى النفقات ما بتاخدش وقت طويل يعني غالبا ما بس انا قابلت حالات كتير جدا بيقولوا انه دعوى نفقات تاخد وقت طويل جدا، واحنا بنتكلم عن مستوى من الناس عندهم حاله من الفقر، يعني ممكن ما تعرفش تجيب فلوس بكره، مش كمان شهر او اتنين. احنا عاملين يعني احنا قانون الاحوال الشخصيه الحالي، احنا عاملين مقترح لقانون الاحوال الشخصيه لتعديله، ولفينا بمحافظات مصر تقريبا عشان خاطر إيه؟ احنا عاملين مقترح لقانون الاحوال الشخصيه. ما هو هذا المقترح؟ المقترح ده مؤسسه عندنا عملته، احنا لفينا محافظات مصر تقريبا وجمعنا مقترحات وسمعنا الناس وبنعمل ندوات وبنعمل مواد حواريه ومؤتمرات. ايه اكتر النقط اللي الناس ركزت عليها او طلبت بيها؟ اكتر النقط زي ما حضرتك قلتي، ان دعوى النفقه تتم قصر المده بتاعتها على مده معينه ويتم الفصل فيها بسرعه. في نص في القانون خاص بالنفقه المؤقته عايزينه يتفعل، عايزين ان يبقى في دوائر محاكمه الاحوال الشخصيه تزيد عشان خاطر تقدر تستوعب عدد القضايا اللي زاد جدا خصوصا الفتره الاخيره. عاملين مقترحات خاصه بتقليل فتره الزواج للحبس، تقليل فتره الزواج للغيبه وجعلها متوافقه مع الشرع. في مقترحات جات لنا من المحافظات وهي مقترحات جيدة جدا، خاصة ان في زي ما الدكتورة كانت بتقول ان كان في الارياف وكده في اعراف ان البنات بتتزوج بسن صغير، سن مثلا 16 سنة. فكان في بعض المقترحات ان يتم تقديم طلب للمحكمة والمحكمة تنظر مثلا هل الزواج ده مثلا جاي لمصلحة الصغيرة ولا لا، او لمصلحة المتزوج والمتزوجة، وهل ده فعلا بيصب في مصلحتها، والقاضي هنا يقدر وممكن يوافق او يرفض. ودي بتبقى سلطة تقديرية للمحكمة، بدل ما الناس بتلجأ ان يكون فاضل عليها سنة او سنتين ويلجأوا للزواج العرفي تحت مسمى تحت مسميات الزواج السنة، او زي ما احنا بنقول المسميات اللي بيسموها. عملنا مقترحات خاصة بكذا محور من محاور قانون الأحوال الشخصية عشان يتعدل وفقا ان تبقى قانون أسرة عادل، نحو تحقيق قانون أسرة عادل. احنا ماشيين في النقاط دي وبنروج ليه في الوقت الحالي، ومستنين بس مجلس التشريع الجديد ينزل وهنقدم مقترح القانون دوت ان شاء الله، نتمنى ان هو يتفعل. اكتر يعني دايما بيقولوا انه في مشاكل المرأة والأطفال والزواج والطلاق، وخصوصا احنا قدام طفلة اتجوزت وخلفت، دايما بيقولوا انه في العادي في الظروف الطبيعيه المراه بتواجه مشاكل كبيره جدا في القوانين دي كلها، بتكون قوانين يمكن اخد حقي على ورق لكن ماخدوش في الحقيقه، هي يعني ماخدوش مفعل، يعني السلطه التنفيذيه عندنا فيها مشكله او دايما بطيئه. طب في حاله واحده طفله معاها طفل، الوضع هل بيختلف في القضاء؟ هل القضيه بتبقى اسرع ولا بتاخد نفس الخطوات والاجراءات؟ للاسف نفس الخطوات اللي بتمشي على التانيين هتمشي عليها، لان دي قواعد عامه.
القانون عامه قاعدته بتبقى عامه مجرده، طالما ما تفرد لهاش نص خاص للحاله ديت اللي حضرتك بتقول عليها، والقانون اداها نص خاص يعملها معامله خاصه فبيتم التعامل معاها بالقواعد العامه، والقواعد العامه في القانون بتطبق على كل. وهل يجب ان يكون ليها تعامل خاص في القانون؟ نتمنى ده. نروح لفاصل ونرجع ومكملين حوارنا مع ضيوفي الكرام والملف الاخطر في مصر، ملف زواج القاصرات.